حل المعادلة 18 زائد عين يساوي 40. مين متغير؟ عين. إذن إشارة مين 18 موجبة نعطيها سالب 18، سالب 18 هذول راحهم، ظل معايا موجب عين يعني هي عين، يساوي صفر ناقص 8 ما فيها صارت 10، 10 ناقص 8 2، 3 ناقص 1 1، 3 ناقص 1 2، 3 ناقص 1 2، إذن عين تساوي 22، يعني الخيار ألف هو الخيار الصحيح.